تساهم شبكات الإنترنت في إضعاف قدراتنا الذهنية، كما يؤكد كتاب نيكولاس كار. فبحسب هذا الصحفي الأمريكي الخبير بوسائل الإعلام الحديثة، تساهم التقنيات الجديدة والإنترنت بإضعاف الدماغ. التنقل بين فيسبوك وجوجل والرسائل الهاتفية القصيرة يضعف التركيز في الحياة الواقعية. الشيء الأكيد والمثبت علميا هو أن هذه الممارسات الجديدة تؤثر بشكل عميق على أسلوب عمل الدماغ، لا سيما على الانتباه والذاكرة. التقنيات الحديثة تتميز بأنها تجعلنا نواجه عالما غنيا بالمعلومات العديدة والمتنوعة التي تبدو لنا مهمة جدا. إذن المشكلة الأساسية التي يواجهها الدماغ هي مشكلة انتقاء هذه المعلومات. ما هي المعلومة الأهم في كل لحظة؟ هذا الانتقاء للمعلومات هو بشكل أساسي مرتبط بالانتباه. التقنيات الحديثة تخضع وظيفة الانتباه لضغط كبير، أو على الأقل تعطي الانتباه دورا أكبر بكثير من ذلك الذي كان يقوم به في السابق. الأمر الثاني هو أن هذا الكم الكبير من المعلومات يفرض علينا التنقل من مهمة إلى أخرى، الأمر الذي يخضع وظيفة أخرى للدماغ لضغط كبير، وهي ذاكرة العمل. حين أترك ما كنت أفعله لإرسال رسالة هاتفية قصيرة، يجب أن أتذكر ما كنت أقوم به من قبل لكي أعود إليه لاحقا. لمواجهة هذه التغيرات، الأولوية تتمثل في تعليم الشباب عدم الخضوع لهذه الأدوات بشكل سلبي، الأمر الذي قد يؤدي إلى إضعاف قدراتهم على التركيز وقدراتهم الذهنية. التحدي الآخر يتمثل في إعادة التفكير في سبل التعليم. جميع المعارف متوفرة على الشبكة، لذا قد نتساءل مثلا لماذا نستمر في تعليم أطفالنا الحساب رغم وجود الآلات الحاسبة؟ الجواب هو لأن الإنسان بحاجة إلى تملك هذه المعارف، فمعرفة ما يجب أن تقدمه المدرسة من تعليم يشكل تحديا مهما لقطاع التعليم في المستقبل.